مشاهدينا الاعزاء، برحب بيكم معانا وحلقه جديده وتحيا مصر على شاشه الفضاء المصريه. النهارده ان شاء الله في حلقتنا بنتكلم عن مشروع مهم جدا، وهو مشروع تطوير الطريق الدائري اللي بيتم على قدم وساق الحياه للانتهاء منه في يعني وقت وجيز جدا، ملحمه قوميه وطنيه. والحقيقه الانتهاء من هذا المشروع بيرفع مستوى الخدمه بشكل كبير على هذا الطريق، وبيساعدنا يكون معانا النهارده في الحديث عن مشروع تطوير الدائري دكتور محمد الصادق عوف، استاذ هندسه الطرق والمرور بجامعه حلوان. اهلا بيك يا فندم، مشرفنا ومنور. اهلا وسهلا بسيادتك. ومشروع تطوير الطريق الدائري مرحله اولى ومرحله ثانيه، هنتكلم مع حضرتك في البدايه عن المرحله الاولى. هو بداية الطريق الدائري اللي تم إنشاؤه وافتتاحه للتشغيل في بداية التسعينات، وطبعا مر بمراحل كتير جدا من التطوير والتوسعة خلال السنوات الماضية. التطوير اللي بيحصل فيه دلوقتي الحقيقة هو تطوير يعني رئيسي ما حصلش قبل كده، بهدف توسعة الطريق إلى 7 حارات في كل اتجاه في معظم أجزاءه. هو أصلا كان كم حارة؟ كان أربعة. بتوسع ل7 في معظم أجزاءه فيما عدا منطقة كوبري المنيب اللي أصبحت 8 حارات في كل اتجاه. كوبري المنيب ده كوبري على النيل الرئيسي، وتم توسعته بالفعل وانتهى. الطريق الدائري الحقيقة تم تقسيم التطوير إلى مرحلتين. المرحلة الأولى بطول 76 كيلو اللي بتشمل الجزء طبعا بداية من منطقة مستورد والقاهرة الجديدة والسلام ولغاية مثلا طريق الإسماعيلية، المنطقة دي كلها بطول حوالي 76 كيلو، هي دي اللي التطوير تم فيها كمرحلة أولى. المرحلة الثانية الحقيقة اللي هي من تقاطع طريق اسكندرية الزراعي وطريق اسكندرية الصحراوي وقطاعات طريق اسكندرية الصحراوي كلها بالمريوطية بالمنصورية، وايضا هناك محور المرج بالاضافه الى مطلع ومنزل على طريق الاسماعيليه الصحراوي. كل هذه المنطقه تسمى طبعا ده بيخدم يعني اماكن كتيره جدا جدا. هو طبعا الطريق الدائري، خلينا لو نرجع بالذاكره 30 سنه لورا قبل انشاء هذا الطريق، كان حجم المرور في القاهره شكله ايه، وعدد سكان القاهره كانوا كام. بدون الطريق الدائري كان زمان القاهره دلوقتي عباره عن موقف جراج كبير، ما كانش في حركه تماما. يعني كنت مره قريت مقاله يا فندم ان كان هيوصل ان المواطن هيسوق ال 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 يعني الكيلومتر الواحد يمكن في ساعه زمن. لو احنا يعني ممكن بدون الطريق الدائري بدون الطريق الدائري وبدون متر الانفاق احنا ممكن ما نخرجش من البيت خالص نوصل لهذه المرحله. يعني فمشروعات النقل المروري طبعا مشروعات يعني النقل اللي بتتم دلوقتي مع التطوير الدائم والمستمر لهذه المشروعات وتوسعاتها، هو ده اللي سهل حياتنا الى حد ما، والناس كلها اكيد في كل انحاء مصر حاسه بهذا الانجاز. المرحله الثانيه الحقيقه اللي بدات اللي بتكلم عنها بالفعل تم الانتهاء بالكامل من المرحله الاولى انتهت. وعايز كمان اشير لايه، الموضوع ما كانش موضوع توسعه بس او اسفلت او كباري او كده، الموضوع كمان وصل للتخطيط المروري، وصل للإنارة القوية بالأعمدة اللي بتسمى الهاي ماست. نقطة مهمة جدا. أصبح النهاردة الإنارة اللي هي الأعمدة العالية دي اللي بيسموها الهاي ماست أصبحت شغالة. أصبح النهاردة في منظومة تسمى ITS أو منظومة النقل الذكي. المنظومة دي جاري تنفيذها بتثبيت كاميرات ذكية على جانبي الطريق لتصوير الطريق والحصول على أكبر مستوى من الأمن والسلامة والأمان على الطريق. من تصوير اي مخالفه، سرعه زياده، مخالفه ربط الحزام، الكلام في المحمول، ايضا ارشادات لسائق السياره. ودي نقطه اكثر اهميه فندم، لان دايما الطرق السريعه الكبيره تحتاج دايما ارشادات، لانه بعض الاحيان لو فوتت المفروض الفتحه اللي انت هتنزل منها فبالتالي بيبقى الطريق تاخد مسافه يعني بعيده صعب جدا. اكيد هناك شاشات الكترونيه ان شاء الله هيتم تثبيتها ايضا، وهيكون فيها معلومات لارشاد قائد السياره على بالفعل المطالع والمنازل، الحاله الجويه، هل في امطار، هل في حوادث في الطريق قدامك، هل في اختناقات، هل في طرق بديله ممكن تحل هذه المشاكل. يعني منظومه نقل ذكي متكامله بيتم انشائها على هذا الطريق، لان الطريق طبعا حيوي اساسي في السباق. هنطلع على فاصل نرجع مع حضرتك نتواصل، اتفضل. تمام. We'll be right back.
على قدم وساق تجرى أعمال مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري لتساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدم الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن الرحلة مع تقليل استهلاك الطاقة للمركبات. تضم أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري إجمالي 110 كيلومترات تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 76 كيلومتر وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الأسكندرية الزراعي حتى التقاطع الدائري مع الأسكندرية الصحراوي وقطاعات الأسكندرية الصحراوي ووسط الواحات والمريوطية المنصورية بإجمالي أطوال 34 كيلومتر. تتضمن أعمال التطوير للطريق الدائري تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطريق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق مع الاهتمام باللوحات الإرشادية جنبا إلى جنب مع أعمال التوسعة. حرصت الحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية على توفير وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT مع الاستعداد لمنع سير سيارات الميكروباص على الطريق الدائري. يقام حاليا مواقف سيارات خاصة بها أسفل الطريق والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا وذلك للقضاء على المواقف العشوائية سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق. يعني اهلا بيك معنا مرة تانية. بنقول ان طريق الدائري مش مجرد طريق فقط، لكن في تخطيط مهم جدا، كان في كمان منظومة خدمات عالية هنتكلم عنها، فحابين نعرف اكتر عن منظومة الخدمات والتخطيط لهذا المكان. تمام، احنا اتكلمنا طبعا عن التوسعه واتكلمنا عن التخطيط واتكلمنا على الاناره واتكلمنا على منظومه الاي تي اس. عايز اتكلم على منظومه المواقف بتاع الميكروباص او السيرفيس اللي هتتم اسفل الدائري او اسفل الكباري على الدائري. الحقيقه المخطط انه يكون في مواقف منظمه لسيارات الميكروباص اسفل الطريق الدائري لخدمه المواطنين ونقلهم من اماكن سكنهم الى اقرب محطه للاتوبيس الترددي اللي هيمشي على محور الطريق الدائري زي ما هنتكلم فيه بالتفصيل. يعني هيبقى عندنا مواقف لسيرفيس ميكروباص هيمشي على طريق الخدمه الموازي للدائري. هناك طريق خدمه موازي للدائري بعرض 8 متر وهيكون في كمان حرم للطريق الدائري لا يقل عن 20 متر، يعني في نزع ملكيات كويس هيخلي الميكروباص هيمشي موازي للدائري. عايز اقول لحضرتك بالنسبه للطريق الخدمه اللي هو موازي للطريق اللي بتمشي فيه العربيات الملاكي، تمام، ان الفكره دي اتطبقت على طريق الساحل الشمالي اللي هو اللي بعد التطوير، ومش قادر اقول لحضرتك فكره رائعه قد ايه ان اللوريات والميكروباصات كلها ليها اللين اللي بتمشي فيه بعيد عن العربيات. هو في الدائري الحقيقه الوضع مختلف شويه لان الدائري عالي وطريق الخدمه اللي بتكلم فيه منخفض في مستوى المساكن، يعني هيكون اقل مستوى من الطريق الدائري. ده الهدف ان يمشي عليه سيارات الاسعاف والمطافي وكمان الميكروباص اللي بينقل الاهالي ويوديهم لاقرب محطه للاتوبيس الترددي اللي على الدائري. طيب حضرتك تحب تكمل؟ انا بس هوضح ايه هو الاتوبيس الترددي اللي هو حاليا جاري انشاء المحطات بتاعته على الطريق الدائري، اكتر من 50 محطه لخدمه جميع مناطق الدائري. تم تخصيص حارتين، حاره في كل اتجاه لخدمه هذا الاتوبيس. الاتوبيس ده له سرعه عاليه ويقدر على نقل حوالي 170 راكب في كل رحله واحده. فطبعا ده هيكون وسيله حضاريه صديقه للبيئه، مش بتعمل تلوث ولا عادم،
مفيش فوضى بتاعة السيرفيس والتوك توك، الكلام ده هينتهي تماما. عظيم. على الدائري كله هينزل تحت الدائري، وهيكون الحركة فوق اما سيارات خاصة او الاتوبيس الترددي. مفيش سيارات سيرفيس ابدا فوق الدائري، فبالتالي هنضمن خدمة محترمة اخلاقيا اعلى مستوى بكتير جدا من البديل اللي موجود في الوقت الحالي. اللي عايز اقوله ان المحطات بتاعة الاتوبيس الترددي هتكون بتخدم المواطن، والمواطن هيدخل سواء من كباري العلوية او من انفاق اسفل الدائري، يعني المواطن مش هيعدي الطريق على رجليه ابدا للتأكد من امان المواطن وتقليل الحوادث. فبالتالي الميكروباص او السيرفيس هيجيب المواطن من مكان سكنه الى اقرب محطة، هيدخل بامان من النفق او من الكوبري، ويستقل هذا الاتوبيس الترددي بامان يعني بطريقة حضارية منظمة محترمة. يمكن الناس اللي بتسمع عن وسائل المواصلات الجديدة كل الفكرة اللي بتيجي في دماغهم خاصة الموظفين، يعني مش هنكون بعاد عن المجتمع، يعني انه ممكن تبقى تذكرت هذا يعني او وسيلة المواصلات دي غالية فهو مش قادر مش عليها، هو حابب يستفيد طبعا من النظام والسلوك الحضاري الجميل الموجود في هذه يعني وسائل المواصلات، لكن ممكن تكون تكلفة الانتقال بالنسبة له هي تكلفة غالية. حضرتك ترد تقول هو طبعا يعني من فترة طويلة قوي من يعني هل التذكرة دي هتبقى متاحة هو انا الحقيقة يعني حاليا بيتم دراسة التذكرة هتبقى بكام، الموضوع ده لسه مش محدد، ولكن احنا من واقع هذا البرنامج بنناشد المسؤولين في الدولة دعم هذه الوسائل ودعم التذكرة بتاعتها عشان تكون في متناول المواطن العادي، علشان يقدر يستغنى عن المواصلات العشوائية، وكمان المواطن اللي بيركب سيارة خاصة يستغنى عنها ويتشجع انه يسيب سيارته الخاصة ويستخدم وسيلة النقل الجماعي. اكتر نقطة هتعمل حالة سيولة مرورية طبعا، ان لو يعني لو 50% من الناس اللي بتسوق العربيات لو سابت العربيات واخدت وسيلة مواصلات عامة اعتقد دي يعني احنا كنا زمان يا فندم من قبل وسائل النقل الجماعي الحديثة الجميلة دي من قبلها بسنين بنناشد الدولة بانها تدعم وسائل النقل الجماعي الحضارية دي، وده الدعم ده اولى من دعم البنزين بتاع السيارات الخاصة. اذا كان في دعم للبنزين لا، الاولى دعم وسائل النقل الجماعي لجذب شريحة من المواطنين عنده استعداد يسيب السيارة الخاصة بتاعته ويركب اتوبيس محترم مكيف مش زحمة، هيلاقي كرسي يقعد عليه ويرحم نفسه من السواقة وتعب الاعصاب والزحمة، ويقلل تلوث البيئة ويقلل الحوادث ويقلل الزحام، حاجات كتيرة جدا مميزات متعددة. لو رجعت لنقطة منظومة الخدمات، هل بتشوف حضرتك في خدمات ما اتكلمناش عنها موجودة على الطريق الدائري كمان؟ هو احنا اتكلمنا على خدمات منظومة الاي تي اس دي، كمان هيكون فيها كمان خدمات ممكن تعمل انقاذ لاي عطل سيارة يحصل ده في مهم الطريق لانه بيحصل اكيد، او اي حادثة ممكن يتدخل بسرعة الشرطة وتتدخل الاسعاف او المطاف لو لزم الامر، فدي كلها خدمات ان شاء الله هتكون موجودة وهتبقى افضل من الوقت الحالي. ايضا هناك المحطة الرئيسية التجميعية المسمى بمحطة عدلي منصور اللي بتخدم بالفعل الاتوبيس الترددي، بتكون محطة بالنسبة للاتوبيس الترددي محطة رئيسية. محطة عدلي منصور الحقيقة يعني هي زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي فازت بجائزة افضل مشروع نقل في العالم حسب مجلة ANR الامريكية، وده طبعا انجاز كبير جدا لمصر قيادة وشعب للشركة المنفذة والاستشاري اللي عمل التصميم وكل فريق العمل اللي اشتغل فيها. يعني المحطة دي باختصار بالفعل بتخدم الاتوبيس الترددي اللي اتكلمنا عنه البي ار تي، ايضا بتخدم القطار الكهربائي الخفيف اللي اسمه ال ار تي اللي بالفعل بدأ تنفيذه قطار كهربائي خفيف من نفس المحطة عدلي منصور، وبيخدم بقى مدن بعدها العبور والشروق هليوبلس والمستقبل ولغاية مدينة بدر ورويكي حتى العاصمة الإدارية محطة مدينة الثقافة والعلوم. القطار ده بالفعل بدأ تشغيله حاليا، شغال المواطن يقدر ان هو يستخدمه. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اتنين وسيلة نقل، وسيلة النقل التالتة اللي هي السكة الحديد التقليدية اللي هي بتشتغل بالديزل بالفعل، ودي هتم تطويرها ايضا بالفعل تم تطويرها خلينا اقول فعل ماضي تم تطويرها. يعني القطر بالفعل بتاع زمان اللي كان اسمه قطر السويس النهاردة اعيد تشغيله وبيشتغل بالفعل من عدلي منصور على الجسر الموجود على السكة الموجودة بعد تطويرها بقطارات حديثة، قطارات جديدة جات واشتغلت بالفعل، بالاضافة الى الجسر نفسه احنا بنطوره دلوقتي بتعمله ازدواج
علشان يوصل لغايه مدينه بدر وبعد كده العاشر لغايه الزقازيق ولغايه ويمر بالبيس حفاظات طبعا. يعني يعني الجسر ده حاليا بيتم ازدواجه. احنا كده اتكلمنا على ثلاث وسائل نقل من هذه المحطه، وشفنا قد ايه ان اكتر من وسيله مواصلات كلها مرتبطه بهذه المحطة ايضا. أيوة. وكمان في موقف السوبر جيت الرئيسي في نفس المحطة. وايضا الوسيلة الاخيرة اللي هي مترو الانفاق. نهاية الخط بتاع مترو الانفاق في نفس المحطة. يعني المحطة التجميعية دي بتجمع خمس وسائل مواصلات، فيها طبعا موقف كبير جدا للسيارات الملاكي جراج، فيها مول تجاري، فيها خدمات. ده موقف السوبر جيت الجديد. موقف السوبر جيت. في يعني المحطة 15 فدان بتشتمل على هينتهي يعني خدمات. امتى المشروع ده يا فندم؟ المشروع ده بالفعل شغال يا فندم. المحطة دي شغالة. والال ار تي شغال. والازدواج السكة الحديد يعني قرب على الانتهاء. يعني الوسائل المواصلات دي كلها بالفعل بتعمل شغالة حاليا. والاتوبيس الترددي ده ان شاء الله يعني بكتير ست شهور وهيشتغل. ان شاء الله. نقطة مهمة جدا العشوائية في الطريق الدائري، ازاي وزارة النقل والدولة تعاملت معاه؟ هو طبعا تشغيل الاتوبيس الترددي هي العشوائية بتيجي منين؟ بتيجي من الميكروباص ومن التوك توك. بالظبط. ده هينزل تحت الدائري. لما ينزل تحت الدائري وهيتمنع تماما صعوده على الدائري، وهيبقى الوسيلة الوحيدة الجماعي، الوسيلة الوحيدة بتاعت النقل الجماعي هي ايه؟ اتوبيس الترددي. لما ينزل بقى السيارات العشوائية دي اسفل الدائرة على طريق الخدمة، إلى حد ما المشاكل هتبقى أقل. لأن تحت الدائري السرعة أقل. أكيد. والكثافة المرورية أقل من فوق الدائري. فده يعتبر وسيلة من وسائل منع هذه العشوائية. أعمال توسعة الطريق الدائري قد إيه أثرت على فكرة تقليل الحوادث؟ هي هقول لحضرتك، اولا قللت الحوادث بتوسعه الدائري، بالاضافه الى ان شاء الله نتوقع ان الحوادث، اصل الحوادث في النهايه لما نيجي نفكر هنلاقيها ايه؟ اولا القاسم المشترك في كل الحوادث سيارات نقل. ايوه. سيارات ميكروباص. اغلب الحوادث هتلاقي دايما فيها كده، نقل او ميكروباص. طيب انا اتخلصت من النقل وخلاص ما بقاش يمشي النقل دلوقتي، وفي طريق للتخلص من الميكروباص، فبالتالي هتبقى بعد كده النسبه اكيد اتحددت بقى. اصبح في ست حارات مخصوص للملاكي. فالحوادث اللي بين الملاكي وبعضها هي حوادث الى حد ما قليله وبسيطه، خطورتها اقل بكتير من الحوادث اللي فيها النقل. يمكن كنا حضرتك بنتكلم انه وسائل المواصلات اللي بتخدم المدن القريبه اللي زي اسكندريه والقاهره وكده، يعني دي ما عليهاش مشاكل كبيره، لكن يعني التحديات الاكبر لوسائل المواصلات اللي بتوصل لصعيد مصر. تمام. اللي هي الخطوط بقى، المسافات البعيده. المسافات البعيده حابين برضو نتكلم عن هذه الفكره. هو طبعا الدوله لخدمه الصعيد واهل الصعيد نتيجه المسافات البعيده، ونتيجه ان القطارات التقليديه ممكن مثلا تنقل الراكب من القاهره لاسوان فيما يقرب من 12 ساعه، فده وقت الحقيقه كبير جدا. الدوله فكرت جديا وخلت الخط الثاني من القطار السريع اللي بيبدا من اكتوبر وبيوصل لاسوان وابو سمبل كمان. دي المرحله اللي هي الثانيه. ده الخط الثاني. نسميه الخط الثاني من اكتوبر لحد ابو سمبل كمان بعد اسوان. وده بيخدم جميع محافظات الصعيد، يعني له محطات في كل مدن الصعيد. يعني بني سويف اكتر من محطه في كل محافظه كمان. بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان حتى ابو سمبل. خلينا نقول انه بيقطع المسافه من القاهره او من اكتوبر لاسوان في 4 ساعات بدلا من 12 ساعه. خلينا نقول ان الاربع ساعات دول زمن يقترب من زمن المواصله بالطائره. يعني شامل طبعا اجراءات المطار قبل صعود الطائره وبعدها والرحله نفسها، بتطلع في حدود 4 ساعات. أيوة. هي هي بالاضافه ان التكلفه هتكون اقل طبعا من الطياره بكتير. فدي وسيله ان شاء الله المشروع ده جاري تنفيذه بالفعل لخدمه الصعيد وخدمه طبعا القاهره. احنا كمان طبعا لان ده خطوط طويله، ف يعني ممكن ياخد وقت شويه في التنفيذ. هياخد وقت في التنفيذ وهياخد تكلفه كبيره، لكن بس العائد منه بعد اعتقد تمام مهم جدا بعد جدا. تمام انشاؤه هنحس بفرق كبير جدا جدا في ان احنا نوصل. احنا النهارده بنحمل هم السفر مثلا لسوهاج او هنا محافظات حتى دي مش ما بنقولش اسوان. النهارده القطر ده ان شاء الله لما يشتغل هيسهل جدا. وهنا العائد مش بنتكلم كمان عن طريق بس، لكن ده بنتكلم عن استثمار وتجاره وبيئه طبعا. يعني في عوائد كتيره قوي قوي على يعني منظومه الحياه عموما من هذه الطرق، لانه دايما يعني لا استثمار ولا تعليم ولا صحه ولا نقل ولا اي حاجه بدون طريق. الحاجة الثانية سيادتك تفضلت وأشرت إلى تقليل التلوث البيئي. ما أنا لما أعتمد على وسيلة نقل حضاري
صديقة للبيع تشتغل بالكهرباء، ده طبعا هيقلل الاعتماد على اتوبيسات بتطلع عادم كبير، سيارات حتى ملاكي، اي اسلوب من النقل التقليدي بيعمل عادم. واحنا طبعا احنا ماشيين مع المنظومة الدولية طبعاً اللي بتشمل العالم كله النهاردة بيحاول ان هو يحافظ على البيئة ويقلل التلوث، وخاصة ان في مصر في خطة الدولة في خطة التنمية المستدامة البيئة جزء مهم جدا في موضوع يعني التطور والمشاريع القومية الكبرى، فكرة البيئة موجودة في كل هذه المشاريع بشكل كل العالم يا فندم. يعني التوجه العالمي كله المحافظة على البيئة، واحنا مصر جزء من الكيان العالمي الدولي، احنا مش بمنأى عن دول العالم. واحنا مستضيفين المؤتمر المناخ القادم ان شاء الله في شرم الشيخ الشهر اللي جاي، فطبعا احنا طبعا مواكبين العالم كله والتوجه العالمي بالكامل. تحافظ على مقدرات الوطن دايما للاجيال القادمه طبعا، فدي نقطه مهمه بالنسبه فندم. منظومه صيانه الطريق الدائري ومنظومه الصيانه لا تقل ابدا اهميه عن انشاء اي طريق او عمل اي محاور، منظومه الصيانه لاستمرار الخدمه بالكفاءه دي مزبوط. اكيد ليها شروط ايضا مظبوط. هو طبعا بالنسبه للطريق الدائري هو طبعا هيئه الطرق والكباري مخصصه اداره لخدمه هذا الطريق. الصيانه كانت موجوده بالفعل حتى قبل عمليه التطوير، ما هو الطريق الدائري احنا كنا بنستخدمه واحنا ما بطلناش نستخدمه. طب والمواطن فكر ان هو بيستخدم الطريق كل يوم بسلاسه، هل ده يعني ما فيش وراه مهندسين وفنيين بيعملوا اعمال الصيانه ليل مع نهار؟ الطريق الدائري بيتعمل له صيانه بشكل دائم بشكل يومي، في شركات مخصصه وليها عقود مخصصه للصيانه الدائمه على الطريق، وكلنا كنا بنشوف كتير مكانات بتعدي على الاسفلت المتهالك وتكشطه واسفلت جديد بيتحط بالزبط. والكلام ده لغايه قريب كان موجود، لكن احنا بنتكلم على المشروع الحالي ده تطوير شامل طبعا ما فيهوش كده، لكن بعد المشروع دوت ان شاء الله هتستمر اعمال الصيانه بنفس الكيفيه، مش اسفلته بس، منظومه الاناره، منظومه الكاميرات، حتى الاعلانات اللي هتتحط على الدائري هيكون لها منظومه، مش هتتحط بشكل عشوائي. يعني الموضوع ان شاء الله يعني نتوقع انه هيبقى طريق عالمي ان شاء الله يا فندم. اشكرك دكتور محمد الصادق عوف، كنت ضيف عزيز علينا، وبشكر كل مشاهدينا، ونلتقي ان شاء الله وحلقه جديده. تحيا مصر دايما، شكرا.